الروبوتات الجنسية سلاح جديد سيدمر البشرية ويغيرها إلى الأبد. مرحبا. حذر عالم الكمبيوتر نويل شاركي من خلال أحد الأفلام الوثائقية من مخاطر الروبوتات، مدعيا أن الروبوتات الجنسية يمكن أن تغير البشرية إلى الأبد عن طريق جعل الجنس في المتناول. ووفقا لما ذكره الخبير التكنولوجي نويل شاركي في الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان الروبوتات الجنسية ونحن، إن الروبوتات يمكنها جعل الجنس سهلا جدا بالإضافة إلى تغيير البشرية تماما، محذرا من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه الروبوتات للمجتمع. ويعمل شاركي لصالح مؤسسة Responsible Robotics وحذر من مخاطر الروبوتات الجنسية في الماضي، كما تحدث عن الضرر المحتمل في حال تمكن محبو ممارسة الجنس مع الأطفال من الوصول إلى روبوتات تشبه الأطفال، وكذلك محاولة اغتصابها رغم رفضها. وأعرب الخبير التكنولوجي نول شاركي عن مخاوف جديدة من العواقب التي ستلحقها التكنولوجيا بالمجتمع، ولكن بغض النظر عن الآثار الجانبية الضارة المحتملة، فإن الروبوتات الجنسية تتحول إلى صناعة مربحة. ويذكر أنه في نهاية العام الماضي كشف تقرير عن أن أكثر من ربع جيل الألفية سيكون سعيدا بإقامة علاقة مع روبوت. وزعمت دراسة أجرتها فاز، وهي شركة إعلامية مقرها باريس، أن 27% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 عاما سيستمتعون بهذه العلاقة. ولاحظ التحليل أن الرجال كانوا أكثر عرضة 3 مرات للانخراط في العلاقة الروبوتية مقارنة بالنساء. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت دراسة مختلفة أجريت عام 2017 من قبل جامعة مانيتوبا الكندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين يفضلون إقامة علاقة جنسية مع الروبوتات بدلا من الإنسان. والجدير بالذكر أن هذه الروبوتات تستخدم بشكل قانوني في بيوت الدعارة بألمانيا والنمسا. وتقوم 5 شركات في جميع أنحاء العالم بتصنيع الروبوتات الجنسية، حيث تتراوح أسعارها من حوالي 5400 إلى $15,000.